أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 29 من برنامج مدرس على الهوى. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي هيتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا في الحلقة النهاردة مستر محمد فتح الباب، واللي هيشرح لنا جرامر يونت 16 اف كونديشنالز. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا مستر احمد. صباح الخير يا مستر محمد. صباح الخير يا دكتور. منور الدنيا كلها، منور القاهره. حضرتك تشرح لنا ايه النهارده؟ ان شاء الله النهارده هنشرح يونت 16 اف كونديشنالز، ان شاء الله تبقى سهله ان شاء الله ونفهمها كل مع حضرتك كل شيء سهل ان شاء الله. اتفضلوا، حلقه موفقه ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل حبايبي الطلاب، اهلا بيكم. ان شاء الله النهارده بنشرح اف كونديشنال، حالات اف. النهارده بنبدا كده في زيرو كونديشنال. طبعا احنا لازم نعرف في الاول اف معناها طبعا اذا او لو. احنا بنعمل شرط زي ما انا بشرط على واحد، لو ذاكرت هتنجح. يبقى انا عندنا حاجتين، شرط وجواب شرط، عندنا كلوز ومين كلوز. الشرط الاولاني بقول لك لو ذاكرت، يبقى ده الايه كونديشن الشرط. والتاني بقى اللي هو الريزلت، النتيجه، جواب الشرط. فاحنا النهارده لازم نبقى عارفين الشرط وجواب الشرط. احنا عندنا كذا حاله من اف. نبدا النهارده بالزيرو كونديشنال في البدايه. طبعا الزيرو كونديشنال اف از فولود باي بريزنت سمبل اند بريزنت سمبل. طبعا احنا we use this condition to express facts. بنتكلم على الفاكتس اللي هي حقائق. الحقائق اللي هي scientific facts، حقائق. For example when I say if we heat water it boils. هنا عندنا طبعا الشرط عندنا هو if we heat، لو سخنا الميه تعمل ايه؟ تغلي. مفيش حل غير كده، يعني مش هتضحك ولا هو، مفيش غير انها هتغلي. يبقى دي حاجه حقيقيه. احنا عندنا اهوت ادي اف بريزنت سيمبل، الجزء الثاني بريزنت سيمبل، تمام. وحاجات كتيره بقى زي كده، ممكن نقول اف وي كول ووتر ات بيكمز ايس، بتبقى ايه؟ بتبقى تلج. حاجات كتيره. طيب تاني حاجه بتعبر عنها الزيرو كونديشنال، بتعبر عن الهابتس، العادات، حاجه انا متعود عليها على طول وبعملها اوتوماتيكالي على طول. فور اكزامبل اف اي هاف ا هيديك، عندي صداع، اي اولويز سليب، بنام. هنا خدنا طبعا بريزنت سيمبل وهنا بريزنت سيمبل. الجمله دي جت ثانويه عامه قبل كده. اف اي هاف اي اولويز سليب if I have a headache، لو ايه جالي صداع. هنا طبعا بيجي لي دايما، عشان اعرفها كده بيجي لي دايما حاجه تدل على انها habit، زي مثلا كلمات زي كلمه always، مثلا sometimes، usually، usually it's my habit، دي عادتي، دي عادتي، often، حاجات كتيره تدل ان هي دي ان هي ايه دي العاده بتاعتي. كمان بستخدم اللي هو zero conditional لما اعبر عن mathematical process، العمليات اللي هي الرياضيه. لما if we add 2 and 2 we get 4، تمام. كمان مع الحاجات اللي هي النتيجه بتاعتها دايما، if we mix red and white، لو حطينا ابيض مع احمر we get pink، نحصل على اللون الايه البينك. دي zero conditional. طيب zero conditional في الحاله ديت ان انا ممكن if دي بتساوي كلمه when، ممكن اشيل اف هنا واحط هنا في الجمله دي when we heat water it boils، when I have a headache I always sleep، دايما بنام. طيب تعالى كده نشوف جمل كده على الزيرو كونديشنال. في حد يقول لي مثلا احنا عارفين حاجه اسمها unless، ايه unless دي؟ احنا عارفين اف اذا، امال ايه unless؟ unless دي معناها اذا لم، يعني لو ما عملتش الحاجه ديت، النفي، تساوي اف نوت. يعني مثلا كده اف بيبول don't eat they die، ده برضو present simple هنا وهنا برضو present simple، تمام. بس ده negative، هنا negative. انا هنا ممكن ان انا اشيل اف ومعاها النفي كده
واحط مكانها unless. اقول كده في الجمله دي unless people eat they die. تمام، برضو present simple، وعندنا present simple نفس الحكايه. يبقى هي if زي unless. unless ليها conditionals كلها بتاعت if، بس هي معناها اذا لا. طيب عندنا عندنا جمله كده عندنا هنا في الجملة دي بيقول if water becomes ice. المفروض ان انا اقول if present simple. تمام، اي حد هيشوف الجملة دي كده هيشوف على طول ادي water، يبقى هناخد cools. لو ايه بدي، لو المية بردت، بس هي لا، هي عايزين نقول لو اتبردت. تمام. طيب انا المفروض هنا ان انا اخد ايه؟ is cold. تمام، طيب ماشي، يبقى انا هختار هنا is cold. طب هو فين السبجكت؟ مش موجود السبجكت. اعمل ايه؟ قال لي في الحاله الزيرو كونديشنال ان انا ممكن ان انا استغنى عن لو جه بعد اف باسيف مبني المجهول، وانا المفروض هنا اقول ايه؟ ات بردت. ايوه ات از كولد، المفروض اقول كده ات از كولد كده، المفروض ان انا اعمل كده. طيب انا مش عندي هنا المفروض في باسيف، قال لي لو ما فيش كده باسيف ممكن انا اشيل جه بعد اف باسيف، اشيل السبجكت واشيل فيرب تو بي وخلي باست بارتيسيبل التصريف الثالث، وهذا الكلام خاص ب اف و وين. يبقى اف كولد ووتر بيكمز ايس، الميه تتحول الى تلج. يبقى خلي بالنا من الحته ديت في الزيرو كونديشن. طيب عندنا حاجه ثانيه، حاله جديده يا مستر. عندنا هنا بقول في الجمله ديت وي ميكس ريد اند وايت وي جيت بينك. طيب هنا المفروض في الجمله ديت اقول لو خلطنا الاحمر والابيض زي ما احنا خدناه قبل كده وي جيت بينك، بنحصل على الايه؟ البينك. طيب المفروض ان انا اخد ايه؟ اف. فين اف؟ دي اوف. اي حد هيشوف كده ممكن طالب ياخد اوف، لا احنا بنقول اف. طب انليس اذا لم، مش مديها المعنى بتاعي. طيب whenever without بدون، انا برده نفس الحكايه هنا. طبعا كلمه whenever برده بتساوي كلمه اف وwhen في الزيرو كونديشنال، يبقى نضيف هنا كلمه whenever، هي زيها زي بالظبط زيها زي يبقى اف وين ونيفر. دول بيساوي اف في زيرو كونديشنال في الحاله الصفريه اللي هي مع الايه؟ مع الفاكتس اللي هي الحقائق. دي الايه؟ الزيرو كونديشنال، واحنا طبعا بناخدها كده اهوت في زيرو كونديشنال. هننتقل بقى على الفيرست كونديشنال ان شاء الله. ان شاء الله يا مستر. كمل والبشاره هتجي لك. كمل في الجزء اللي مكتوب ده. هنكمل على ما هم يجيبوا لنا بشاره. طيب خلاص اتفضل. كمل. ماشي. طيب هنا عندنا نمبر 3. If we don't have oxygen, اقرا لنا كده يا مستر. would die. نمبر دي would have died. عندنا الجمله ديت بيقول if we don't have oxygen we die will die would have دايت. تعال نشوف الجملة ديت. If we don't have oxygen، طبعا أول حاجة عندنا في قاعدة if لازم أخلي بالي أحدد أول حاجة الكونديشنال، الحالة بتاعتي سواء أولى second third or zero، دي نمبر 1. نمبر 2 أحدد بعديها
مينينج المعنى بتاعي. المعنى بتاعي انا كطالب قبل ما احل اشوف انا في انهي حاله. ايوه بعد كده اشوف كده المعنى، افهم المعنى، المعنى بتاعي عشان اعرف احدد صح. لان انا ممكن المعنى بتاعي اخد اف، ممكن اخد ابقى عايز انلس زي ما احنا عملنا هنا في الجمله ديت. احنا ما كناش عايزين انلس في الجمله اللي هي بتاعت ايه اف ديت، كناش عايزين انلس، احنا كنا عايزين اف. مش موجوده اف، بناخد البديل بتاعها whenever. يبقى عندي الحاله وبعد كده المينينج بتاع الايه الحاله. تمام. طب في الجمله ديت وي دونت هاف اوكسجين، لو مش ما خدناش الاكسجين وي ايه طبعا دي طبعا هنموت. هنموت دي حاجه طبيعيه اوتوماتيكالي. حضرتك قلت ايه هنموت على طول، يبقى ايه دي النتيجه معروفه. يبقى نختار هنا طبعا بريزنت سيمبل اللي هو كلمه ايه كلمه ضال. تمام. طيب ماشي ده ده عندنا يبقى الحاله الاولى اللي هي زيرو الزيرو كونديشنال اللي هي بتعبر عن فاكتس اند هابتس الحقائق والعادات، الحاجات اللي هي الثابته اللي هي ما بتتغيرش النتيجه بتاعتها 100% هتحصل 100% ما فيهاش كلام. طيب نشوف جمله جت ثانويه عامه قبل كده في الزيرو كونديشنال قال فيها كده if the heart stops death soon قال لي كده follows will follow number D would follow. هذه الجملة يقول فيها if the heart stops لو القلب وقف death soon القلب الموت هيعمل ايه؟ هيجي وراه على طول. تمام. دي طبعا فاكت حقيقة، فطبعا هنا بديهيا ايه باخد كلمة ايه follows. احنا عارفين present simple والناحية التانية present simple طبعا في الحالة في الزيرو conditional الحالة الصفرية. تعال بقى نشوف دلوقتي اللي هي الفيرست كونديشنال الحالة الأولى. طبعا عندنا في الفيرست كونديشنال أنا هخلي الزيرو كونديشنال مكتوبة كده فيرست كونديشنال عشان نعمل كده كومباريزون. فيرست كونديشنال طبعا الفيرست كونديشنال هي بتتكون من اف تمام بلس بريزنت سيمبل نقول بريزنت، والناحيه الثانيه طبعا بناخد فيوتشر مستقبل يعني اغلب الاحوال. طبعا هنجيب هنا في الاول سبجكت تمام وويل بلس انفينيتيف. طيب الحاله الاولى بريزنت، انا ما كتبتش بريزنت سيمبل لان انا ممكن اخد بريزنت سيمبل او بريزنت بيرفكت او ممكن اخد بريزنت كونتينوس يعني اي بريزنت. تمام في الحاله في الايه في الفيرست كونديشنال. طيب الجزء الثاني السكند بارت او اللي هو جواب الشرط الريزلت بيبقى ويل بلس انفينيتيف. طب انا بقى لو ما فيش ويل في بقى حاجات بدائل كتيره جدا. بختار ويل، بختار كان، بختار كلمه مي، بختار كلمه كان، خلاص قلنا كان، ممكن كمان كلمه شود would rather had better has to have to يجب. تمام كل الحاجات ديت بحطها كده بعديها الانفينيتيف المصدر كلها بدائل اف. لو مش موجوده اف طبعا باخد البدائل مش موجوده ويل سوري طبعا باخد البدائل دي بتاعتها على حسب بقى الايه المينينج بتاع الجمله بتاعتي. طيب يعني مثلا لو جمله زي كده اول حاجه نشوف يعني ايه الحاله الاولى. مثلا if it rains لو مطرت tomorrow I won't go to school مش هروح المدرسه. فرح مش هروح المدرسه. تمام if it rains ادي ده present زي ما احنا قلنا. طيب اهي I want to go اللي هي طبعا النيجاتيف بتاع ويل كان اصلها ويل جو النفي بتاعها وونت جو. طيب هنا طبعا ديت ادي بريزنت والناحيه الثانيه وونت جو. الحاله الاولى انا بستخدمها وانا اي اكسبريس سمثينج بوسيبل ان ذا فيوتشر، بعمل عمليه افتراض ممكن يحدث او لا. طب تعالى بقى نعمل مقارنه بقى بين الزيرو كونديشنال. الزيرو كونديشنال ايه دي لازم ثوابت. دي ثوابت. طيب هنا بتكلم اغلب الفيرست كونديشن بتكلم على حاجه هتحصل في فيوتشر اهو، بقول
if it rains في احتماليه الحدوث احتماليه الحدوث زي برهابس لو مطرت ممكن تمطر او لا بعمل عمليه افتراض if it rains طب rains هنا شايفه هي مضارع بس الميننج بتاعها مستقبل في المستقبل if it rains لو مطرت I want to go to school طيب حط لي اف في النص كده في طلبه كتير بتتلخبط لما اجيب الجواب الشرط في الاول ما هي هي الشرط بيجي وراها اقول ايه I want to go to school مش هروح المدرسه لو مطرت مش هروح المدرسه لو مطرت هي هي تمام طيب يبقى انا بستخدم الفيرست كونديشنال لما اعبر عن something is possible in the future ممكن يحدث تمام في المستقبل طيب تعالى بقى نشوف البدائل ديت ازاي قول كده if I finish early I go to club I haven't decided yet لسه ما خدتش قرار well may should نعم can or مثلا have has to طيب تعالى كده نشوف انا حطيتهم كلهم فعلا طب اعمل ايه ما هي دي اختيار حسب if I finish على حسب هنا بقى الميننج if I finish early ده present simple صح ايوه هعمل ايه هروح النادي I haven't decided لسه ما خدتش قرار يبقى مي كده احتماليه يبقى انا مش اكيد هروح ولا كده ولا يبقى انا طب ولا لازم ولا يجب ازاي مش بدي نصيحه يبقى اقول ايه مي طب واحده ثانيه لو قلت كده if you want to excel you do your best well may should has to تعال نشوف الجمله if you want to excel يعني excel يعني تتفوق عايز تتفوق او تتميز لو انت عايز تتفوق you not do your best يجب ان انت هنا فاهم النصيحه شويه نصيحه مدينا نصيحه نستخدم شود مش انت يبقى هنا نختار طبعا مين شود يبقى انا كده زي ما احنا عارفين بختار اللي هو طبعا دي بدايل اللي هي ويل بختارها على حسب المينينج اللي عندي في الجمله طيب عندنا ملاحظه ثانيه ان انا ساعات هنا ما بيجيبش سبجكت لاحظ هنا في اي اهوت اي سبجكت هنا يو وبعد كده بجيب بعدها ويل ساعات بقى ما بيبقاش في سبجكت تمام فانا بحط في الجمله امبيراتيف امر الجمله امريه امر كده او بحط ايه نيجاتيف طبعا الامر المنفي يعني كده اقول كده if you see علي tell him قول له tell him I want him قول له ان انا عايزك don't tell him ما تقولوش please tell him لو سمحت قول له يبقى ممكن يجي لو ما فيش سبجكت عندي بجيب امر او لا او مكان ايه مكان ايه مكان السبجكت بدل ما كانش فيه سبجكت يبقى هنا احنا اتعلمنا هنا في الفيرست كونديشن المختلفه جدا عن الزيرو كونديشن ان الحاله الاولانيه ميبي بوسيبيليتي ان ذا فيوتشر احتماليه حدوثها بفترض ممكن تحصل وممكن لا لكن زيرو كونديشن لازم تحدث طيب الفيرست كونديشن كمان بستخدمها لما اعمل عمليه ثريت تهديد لما اقول لواحد if you come late لو جيت متاخر I will punish you هعاقبك لو انت جيت متاخر هعاقبك تمام كمان بستخدمها لما اعمل بروميس وعد بروميس وعد تمام بوعد واحد if you get the full mark لو جبت الدرجه النهائيه I will buy you a laptop هشتري لك لابتوب يبقى هنا تمام بعمل عمليه بروميس عمليه وعد يبقى دي الفيرست كونديشن خلي بالنا احنا قلنا ان الحاله لازم ابقى عارف التكوين بتاعها تمام بحدد الحاله الاول من التكوين بتاعها تاني حاجه المينينج بتاعها المعنى تالت حاجه بقى اللي احنا سبناها اللي هو زمن الحاله يعني الزيرو كونديشنال هاف نو تنس هاز نو تنس ما فيهاش ملهاش زمن يعني الميه بويلز ناو يسترداي تومورو يعني هتغلي على طول الحقيقه حقيقه في كل الازمنه تمام لكن ديت انا بتكلم على حاجه في الفيوتشر ان ذا فيوتشر في المستقبل يبقى انا لما بيجي لي كلمات او بيجي لي حاجات تدل على الفيوتشر مؤشر تدل على الفيوتشر يبقى احنا بنتكلم على زمن الحاله اللي هو الفيرست كونديشن الحاله الاولى تمام دي الحاله الاولى طب تعالى نشوف كده في بعض الجمل عندنا في الفيرست كونديشن حضرتك هتقول لنا حالات ثانيه النهارده ولا الحاله الاولى بس الحاله الثانيه نشوف الجمله ديت بيقول كده if we plant a tree
it the world to breathe. Helps, will help, would help. بفكر حضرتك helping. ان احنا في وسط الوقت. تمام. Helping. تمام. طيب. Number two. If we plant a tree, it look طبعا lovely in a few years. هنا helps, looks, will look, would look, looking. تعال نشوف الجملتين دول. بيقول if we plant a tree, لو زرعنا شجرة, it the world to breathe. هتساعد العالم ان هي يتنفس. طيب if we plant a tree it lovely, هتبدو يبقى شكلها lovely in a few years, بعد سنين قليله. جملتين يعني. طب يعني ممكن اخد زيرو كونديشن. طبعا احنا بنحدد الاول ده plant present وده present. طب لما يبقى present يبقى الناحيه الثانيه ممكن يكون present لو زيرو كونديشنال, يبقى will ومشتقاتها future لو حاجه اولى. اخد ايه الاولانيه؟ if we plant a tree احنا بنقول ان zero conditional لما بتكلم على حاجه فاكت حقيقه, لكن الفيرست كونديشن بتكلم على حاجه ممكن وممكن يعني فيها احتماليه. طيب الاولى, الاولى فيها يعني حاجه فيزيائيه طبيعيه. طبيعيه تمام. يبقى نختار ايه؟ على شجره helps. يبقى بختار الناحيه الثانيه zero condition. طب الجمله الثانيه if we plant a tree it lovely in a few years. في المستقبل perhaps ممكن تبقى شكلها جميل وممكن ما يبقى نختار هنا ايه؟ will. تمام. يبقى دي طبعا اللي هي ال first condition. كمان حاجه ثانيه قال لي كده if we heat water it boils, will boil, see would boil, the boiling. Number two, if we heat this water, it boils, will boil, would boil, the boiling. طيب تعالى نشوف الجملة دي ما هما شبه بعض. يعني الجملتين أنا if we heat water it, if we heat this water, في فرق. This. اللي انا عملته هنا طبعا انا بتكلم هنا in general, بتكلم عن all water in the world. يبقى هنا اقصد نوع معين اللي قدامي بالظبط. يبقى الاولانيه ناخد ايه؟ زيرو ولا الاولانيه؟ ايوه زيرو. زيرو صح. يبقى نختار كلمه ايه؟ boils. طب الجمله الثانيه if we heat this water, لو سخنا الميه دي. يبقى هنا الشخص بيتكلم عن his opinion, رايه الشخصي. فاحنا بيقول لو في حاجه بتدل على بنحدد حاجه معينه يبقى احنا بنتكلم على ويل والمصدر. ويل والمصدر ويل بويل. تمام. يبقى ده الفرق بين الزيرو كونديشنال والفيرست كونديشن. خش بقى على السكند كونديشن. السكند كونديشنال اوكي. يبقى كده بنحدد الزمن, بنحدد الحاله, وبعد كده والمعنى. والمعنى ثلاث أيوة. ضروريات. ايوه طيب احنا عندنا في سكند كونديشنال. طبعا السكند كونديشنال اللي هي بنسميها ايماجينيشن كونديشنال, يعني حاله التخيل. تخيل تمام. ان ذا بريزنت في الحاضر يعني. يعني مثلا احنا في الشتاء بقول لو احنا في الصيف. احنا النهارده today is Sunday, اقول if we were on Friday, لو احنا يوم الجمعه. يبقى انا بخالف الايه؟ بخالف الواقع. السكند كونديشنال هي اسمها سكند كونديشن. يبقى اف بيجي بعديها باست سيمبل. باست سيمبل والناحيه الثانيه وود بلس انفينيتيف. ايوه وود بلس انفينيتيف. طالب بقى يقول لي انا بنسى الحالات, اقول له لا استنى استنى, دي الحاله كام؟ الثانيه. هو الماضي التصريفي الكامل للفعل تاني. دي الحاله الثانيه. تمام.
طيب يبقى ديت الحاله الثانيه. طيب ومعقول لو احنا شفنا هنا باست سيمبل هجيب معاه ويل؟ مستحيل. مستحيل هو ده ماضي، يبقى خد الماضي بتاع ويل اللي هو هو على طول. تمام دي السكند كونديشن. يبقى انا بعبر بيها عن طبعا حاجه طبعا امبوسيبل، مستحيل، مستحيله ان ذا بريزنت، في الحاضر. يبقى علاقه الحاله ديت بريزنت، زمانها في الحاضر. الحاضر يعني لو قلت كده علي isn't a doctor، اهو علي isn't a doctor، دي بقى الرياليتي، دي الحقيقه. اعكس بقى، تمنى، تخيل، اقول if علي were a doctor، لو دكتور he would help me، كان ساعدني. طيب هو هنا ادي كده، ادي الحاله هي بتاعتنا الباست سيمبل اهوت، وهنا الناحيه الثانيه would والمصدر. if علي were a doctor he would help me، لو جبت اف نص عادي اقول ايه، علي would help me if he were a doctor. طيب انا خدت هنا باست سيمبل، هو ده الواقع، ده عكسه، اف بتعمل عكس الواقع. طب هنا خلي بالنا مع بعض، هو مش مفروض ان علي باخد معاها بوز؟ لا، في الحاله الثانيه في السكند كونديشنال في اف، ان انا ممكن استخدم كلمه وير مع كل الضمائر. هي ووز مش غلط، بس وير هي الفورمال، هي بتاعت الامتحانات. تمام، يبقى بستخدم كلمه وير مع كل الضمائر. طب دي عكس، طبعا عكس الواقع. يبقى علي isn't a doctor، يبقى اف علي وير a doctor، لو هو دكتور. طب واحده تانية كده، لو قلت مثلا she doesn't speak French، هي ما بتتكلمش فرنساوي. يبقى انا لما اجي اقول لو، لو بتتكلم فرنساوي اقول ايه، if she spoke French she would read the letter. تقدر تقرا الجواب دوت لو هي ايه بتعرف تتكلم. هنا عندنا خدت باست سيمبل، تمام، وهنا وود والمصدر. تمام، الاساس بتاع الجمله مضارع، انا بتخيل ايه عكسه. طب انا كمان بستخدم السكند كونديشنال لما اعبر عن ايه، ما اعبر عن ادفايس، نصيحه. لما اقول لحد كده لو انا مكانك خلاص اذاكر كويس، لو انا مكانك اذاكر الشهر ده كويس، اقول كده if I were you، لو انا مكانك. يا مش اي بتاخد ووز، احنا لسه قايلين من شويه ان وير بتيجي مع كل الضمائر في في سكند كونديشن. if I were you، لو انا مكانك I would do my best، ابذل قصارى جهدي. تمام، ادي if I were you نصيحه. ايه بقى الجمله دي كلها بتساوي ايه؟ you should، بس بقول له بطريقه كويسه، قول you should do your best. if I were you، if I were in your shoes، لو انا ان انا مكانك، برضو دي تعبير تاني. تمام، يبقى دي طبعا كلها بعبر عن السكند كونديشن، اللي هي بتعبر عن طبعا ايه، امبوسيبل، حاجه مستحيل انها تحدث ان ذا بريزنت، في الحاضر. طيب عندنا بعد كده اللي هو الثيرد كونديشنال. الثيرد كونديشنال هما ليهم علاقه جدا ببعض. الثيرد كونديشنال بعبر برضو عن حاجه امبوسيبل، مستحيله، بس فين؟ in the past. دي بعمل عملية regret، ندم. بعمل عملية ندم. هنا بقى احنا بنتكلم على حاجة في المضارع، هنا بقى ماضي، انا حاجة حصلت وانتهت. The action is finished، يعني was finished، خلاص انتهى. تمام، فانا بقول لو كنت جيت بدري كنت دخلت الحصة. معنى كده ان انا جيت متأخر. معنى كده ان انا جيت متأخر، يعني انا بتكلم على ماضي، انا بعكس الماضي دلوقتي، بعمل استحالة ان الكلام ده يرجع في الماضي. يعني لو قلت كده علي didn't come، مجاش، he didn't meet the boss، ما قابلش المدير. يبقى اقول ايه؟ هو ده اللي حصل فعلا، بس فين ده؟ ده ماضي. لو علي كان جه، لو علي كان جه كان قبل المدير. احنا نسينا نقول الحاله الثالثه بتكون منين. احنا كده خدنا كده الثيرد كونديشنال بتكون من اف، ونحط بعديها باست بيرفكت. باست بيرفكت، باست بيرفكت اللي هو الماضي التام، اللي هو بي بي، اللي هو هاد بلس بي بي. بي بي، تمام. والناحيه الثانيه وود هاف بلس بي بي، بلس بي بي. طبعا لاحظ ان انا ممكن احط بدل وود كود احط ايه، مايت. هنا برضو ممكن نحط بدل وود ممكن نحط كود، ممكن نحط كلمه ايه، كلمه مايت. تمام، طيب تعالى كده نشوف، انا برضو بتلخبط في الحاله الثالثه، مش عارف.
ما بعرفهاش من الحاله الثانيه. احنا قلنا الحاله الثانيه اصعب الحالات اللي هي الثالثه. طيب الحاله الثانيه احنا عرفناها، بنعرفها ازاي؟ انها في البريزنت وحاجه مستحيله. انا اعرفها من التركيب ازاي؟ احنا قلنا الماضي هو الايه، التصريف الثاني، يبقى دي الحاله الثانيه. طيب الحاله الثالثه بقى بعرفها ازاي؟ هي كل حاجه فيها ثلاثه، اسمها الثالثه. كلها ثلاثه، هاد والتصريف الثالث، والناحيه الثانيه فيها ثلاث حاجات زائد التصريف. تمام، يبقى هي كل حاجه فيها اهو، كل حاجه فيها ثلاثه اللي هي الحاله الثالثه عشان اعرفها كده. طيب يبقى الحاله الثانيه ماضي بسيط بلاست سيمبل اللي هو التصريف الثاني، الحاله الثالثه هاد بلاست باست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث، والناحيه الثانيه ثلاث حاجات. بتكلم بقى، شوف الجمله ديت، انا بتكلم على استحاله في الماضي. علي didnt come، ما جاش. علي ما جاش. هي didnt meet the boss، ما شافش المدير. يبقى اقول لو كان جه كان شاف المدير، اقولها ازاي ديت؟ اف علي هاد كم، لو كان جه يبقى هو ما جاش. تمام، هي would have met the boss، كان قابل المدير. يبقى الكلام دوت كده، دي third conditional، الحاله الثالثه. هي كم ولا كم كيم ده التصريف الثالث، ده التصريف الثالث بقى، يبقى كم. يبقى if علي هاد كم هي would have ميت ذا بوس، لو كان جه كان قابل المدير. يبقى معنى كده ان هو هي didnt come، ما جاش. يبقى هنا بقى قبل ما ناخد الاكسرسايز على كل الحالات، لازم نخلي بالنا من حاجات، وانا بحل كده من اف اخلي بالي من اول حاجه، بحدد الحاله بتاعتي اهو، اف بتاعتي اهيت خلاص، وبحدد معاها التنس الزمن بتاعها بالاضافه الى المينينج بقى، اللي هو المينينج اللي هو المعنى. تمام. طيب هنا انا مثلا الزيرو كونديشنال ملهاش تنس، ملهاش زمن. طيب الفيرست كونديشنال الزمن بتاعها ايه؟ بريزنت سيمبل. بريزنت سيمبل، وبعد كده مستقبل. زمنها ايه؟ بتعبر عن زمن ايه؟ مضارع. الفاكت. ايوه، الزيرو الفاكت. الحاله الفيرست كونديشنال الاحتماليه، اتكلم على حاجه ايوه احتماليه في المستقبل، فيوتشر. يبقى فيوتشر. تمام. طيب السكند كونديشنال اللي احنا خدناها اللي هي بتاعت الاحلام ديت، هي حاجه مستحيله فين؟ مضارع بريزنت. طيب الحاله الثالثه حاجه في الماضي، حاجه في الماضي باست، مستحيله بس في الماضي. مستحيله في الماضي. يبقى دي حاجه ممكن تحدث ان ذا فيوتشر، الحاله الاولى في المستقبل. الحاله الثانيه حاجه مستحيله في المضارع، والثالثه حاجه مستحيله في الماضي. حصلت وانتهت. نقف عند حصلت وانتهت، ناخد فاصل صغير. تمام. ونرجع تاني مع الاكسرسايز. استنونا، ما تروحوش في اي حته، احنا مستنيينكم. وحالات اف ومستر محمد، ويدينا شويه تدريبات عليهم. اتفضل يا مستر. نبدا بقى ان شاء الله في تمرينات كده بقى، عايزه شغل شويه. اف شي بوت ذا بوك هير اي نوت ات ايزلي. طيب احنا هنا زي ما قلنا بنحدد اول حاجه الحاله بتاعتي. ابص كده، هو دلوقتي بيسالني في الاستراكشر، التركيب بتاع الحاله. طيب انا عشان احدد الحاله بتاعتي لازم ان انا اعرف هو دي فيرست ولا سكند، الزمن بتاعها. الزمن بتاعها. طب نبدا هنا، اشوف بوت. بوت. تمام. اي طالب هيقول بوت مضارع. طب ما ينفعش بوت كده تيجي مع شي كده. ازاي تبقى شي؟ بس ناخد المعنى بقى عشان اعرف. لا لا لا، هي كده شي المفروض. لو هي مضارع يبقى فيها لو هي مضارع احنا خدنا البريزنت اللي هو المضارع، بناخد كده مع السنجلر المفرد، بناخد الفيرب بلس اس. يعني طيب، والبلورال بناخد طبعا الفيرب بس. طبعا هنا طبعا مش مضارع، هي مش مضارع. لو مضارع كنا حطينا اس، كنا حاطين اس. دي بقى خدعه، خلي بالنا. برده نفس حكايه كلمه ريد، لان هما الثلاث تصريفات زي بعض. هنا باست ماضي. تمام. الناحيه الثانيه يبقى وود. ايوه، يبقى الناحيه الثانيه يبقى ايه؟ وود. يبقى وود فايند. وود فايند. تمام. خلي بالنا من الخدعه دي. طيب اف اي فاوند ا كومباني اي ات ماستري. اف اي فاوند ا كومباني. تمام. طيب تعالى برده، هو بيسالني هنا في الاستراكشر بتاعي. اف اي فاوند
برضه ماضي فاوند. ماضي فاوند، اي حد هيقول فاوند ماضي، بس يعني ايه اي فاوند؟ هنا معناها يؤسس. هنا معناها مضارع. تمام، هنا معناها يؤسس، مش معناها يجد. هي مش فاوند معناها يجد، مش هلاقي شركه الاقيها ازاي في الشارع، مش هينفع، المعنى مش ماشي. فاوند هنا ليها معنيين، فايند فاوند فاوند كده، فايند والماضي منها فاوند، باست بارتيسيبل فاوند، دي معناها يجد يلاقي. لكن هنا طبعا احنا عندنا فاوند وفي فاوندد وفاوندد، دي معناها يؤسس، دي معناها يؤسس. هنا بقى معنى الجمله if I found، لو اسست شركه هسميها مثلا. تمام، يبقى هنا طبعا هنا طبعا هنا بريزنت، يعني لو باست كنا فاوندد يبقى دي مضارع، يبقى الناحيه الثانيه هاخد ايه طبعا؟ يبقى فيوتشر، يبقى ويل ويل كور. تمام، الجمله الثانيه بيقول if I there I would have much money. لو رحت I would have much money. طيب يا مس دي الحاله كام؟ انا واخده بالي ان would have دي الحاله الثالثه. الحاله الثالثه هما كام؟ مش احنا قلنا الناحيه الثانيه كام حاله؟ ما حضرتك في I. ماشي خلاص، مالناش دعوه باي، احنا قلنا الحاله الثالثه would have. انت بس ما فيش باست بارتيسيبل. هو ده، برافو عليك. خلاص ايوه برافو عليك، احنا قلنا الحاله الثالثه كل حاجه فيها كام؟ ثلاثة. يبقى would have بس ما فيش باست بارتيسيبل. يبقى دي بقى الحاله كام؟ الثانيه. يبقى ناخد باست سيمبل، ماضي بسيط. يبقى اوعى تتخدع، اول ما تشوف would have يبقى اجري بسرعه اخد ايه؟ ماضي تام. يبقى دي لان دي السيرفد كونديشنال. لا اركز. تمام، طيب بعد كده نمبر 4 I would rather have a cold drink if it possible. لو امكن. I would rather have a cold drink if it possible. طبعا انا شايفه النص الثاني. أيوة. اللي هو would rather have. ايوه طيب ايه would rather have؟ طيب if it كذا، طيب هتاخدي ايه مثلا؟ انا would have. قلنا would have. قلنا وير. لا احنا قلنا، لو ان خدت بالك من اول حاجه احنا خدنا لما قلت البدايل بتاع will منهم وود رازر، اود ان، هي دي عامله زي ويل، هي مش وود والمصدر بتاعت لا مش هي مش وود والمصدر، دي وود رازر دي عامله زي ويل وكان وشال. خلي بالك من الخدعه دي برضو، لان هنا دي مش معناها وود بس، وود هاف. لو وود هاف كنت خدت خلاص ووز. تمام لا، لكن دي بقى مش وود هاف، دي وود رازر، دي عامله اريد. تمام، زيها زي اف، يبقى دي طبعا بريزنت. يبقى از بريزنت. طب الجمله اللي بعد كده if I had my car repaired. تمام، I not whom. ده كوزاتيف. ده كوزاتيف، دي خدعه برضو، ان هو مثلا الطالب هيشوف هاد والتصريف الثالث، بس يا باشا ده في هنا في النص، في هنا اوبجكت مفعول غير عاقل، دي صيغه الايه؟ صيغه الكوزاتيف، اللي هي بس زمانها ماضي. انا لو انا خليت العربيه بتاعتي تصلح، لو انا صلح خليت حد تاني يصلحها، الزمن الاساسي هاد، لكن ديت دي تبع القاعده العربيه تصلح. يبقى ده ماضي بسيط مش كوزاتيف، يبقى ده ماضي بسيط. طب ده ماضي، يبقى الناحيه الثانيه ود. احنا دي الخدع، احنا دلوقتي احنا خدنا الحاجات السهله، شرحنا قلنا الحاجات السهله، احنا بناخد بقى الحاجات اللي هي فيها تريكس. فيها تريكس بتقف جنب الايه؟ تقف قدام الطالب. طب تعالى شوف الجمله ديت if the boy next to Anas comes late I will sit next to Anas. لو الواد اللي جنب أنس اخر، تمام، انا هقعد جنب أنس. طيب ايه الناحيه الثانيه؟ ايه الناحيه الثانيه؟ will sit. يبقى هنختار على طول ايه؟ مضارع، صح كده؟ اي واحده يقول كده. طب ماشي، هناخد sits. امال comes دي بتعمل ايه؟ comes دي ادي الفعل بتاعي اهو، ياتي. تمام، مفروض ان انا ادي الفعل بتاعي اهو comes، لو الولد جه متاخر ناخد جيرند هنا. خلاص ايون، والناحيه الثانيه اي ويل سيت. يبقى انا عندي مضارع وعندي المستقبل، يبقى الحاله بتاعت اف كامله. امال انا عايز ايه هنا؟ هنا الجمله دي كان اصلها ذا بوي هو از سيتنج. ايوه، هو سيتس نيكست تو، كان هو سيتس. الولد اللي قاعد جنب انس جه. يبقى الفعل عندي السبجكت ذا بوي، والفعل بتاعي اللي هو الفيرب كامز لو الولد جه. طب امال ايه اللي في النص دي؟ دي جمله وصل، جمله اضافيه. الولد الذي، وشلنا فيرب تو بي بعدها. طبعا احنا عارفين الضمائر الواصله لما يجي بعدها فيرب معلوم اكتف ممكن نشيلها، ونشيل الفيرب بتاعها ونحط الاي ان جي. سيتنج. انا عرفت انت كنت ليه مصمم على السبع جمل دول. عشان فيهم ايه تريكس، خلي بالنا منهم. طيب الجمله الاخيره اف ذا ماني اي هاد، دي جت ثانويه عامه في السودان. تمام، من سنتين. if the money I had enough I had I would have stayed at home. لو الفلوس اللي كانت معايا
كانت كفايه كنت قعدت في البيت. طبعا هنا لازم احدد الحاله بتاعتي، الحاله الكام وود هاف والتصريف الثالث ثالثه على طول. يبقى انا هاخد هنا ايه باست بيرفكت اللي فيه ايه ثلاثه، يبقى هاد والتصريف الثالث. طب هنا في هاد اهو، ايوه هاخد ايه؟ انا هاخد هاد هي. لا هيف مش لا ايه ده بقى. إف ذا ماني اي هاد، لو الفلوس اللي معايا كانت كفايه. برافو كانت كفايه. ايوه دي خلصت كده. أيوة. الكومه دي بيخليك ايوه الجمله دي الجمله ديت جمله وصل برضو. هنا كانت ذا ماني ويتش اي هاد، دي جمله ملهاش دعوه بالموضوع خلاص. بتاعي الموضوع بتاعي ان الفلوس بداية. تكون كفايه. يبقى هاد بين. تمام خلي بالك من التريكس ديت عشان مهمه جدا عندنا. دي بقى بتاع الحاجات اللي هو 50 اللي عايز ال 50. واحنا بقى طبعا هنا كل الجمل ديت هتلاقوها بقى في كتابنا اللي هو مدرس على الهوا ان شاء الله. في المراجعه النهائيه هيبقى فيه كل الجمل اللي هي بتاعه الطالب بتاع ال 50 الطالب المتميز المتميز اللي هو مش هيلاقي اي حاجه خالص بره الكتاب ان شاء الله. ممكن تراجع لنا الثلاث حالات في خلال الجدول اللي حضرتك كنت عامله ان شاء الله. احنا طبعا عندنا في الـ هنا ثلاث حالات كده هو. في الجدول يا مستر في الجدول الصغنن ده كان جميل قوي. هنا عندنا فيرست كونديشنال الزيرو كونديشنال كده تمام. احنا طبعا ما لهاش تنس، طبعا احنا عندنا نو تنس، ما لهاش تنس معين وبتعبر عن الفاكتس الحقائق تمام. دي الايه الزيرو. طب الفيرست كونديشنال اللي هي الحاله الاولى اللي هي طبعا اللي هي مضارع وال، طبعا هي الزمن بتاعها فيوتشر، بتكلم عن ممكن تحدث ان ذا فيوتشر في المستقبل تمام، بستخدمها كده في المستقبل وبتعبر عن حاجه بوسبل ممكن تحدث تمام. هنا بعد كده السكند كونديشنال، خش بقى على الاحلام تمام. الحاجات اللي هي مش ممكن ترجع تاني، دي ممكن تحدث، دي هتحدث اكيد، دي فاكت هتحدث هتحدث، لكن دي حاجات مش هتحدث. طبعا الزمن بتاعها بريزنت، يعني هي بتعبر عن حاجه في المضارع، في المضارع مش هترجع تاني. طيب وهي طبعا حاجه طبعا امبوسيبل، مستحيل انها ترجع تمام. طيب هنا عندنا في الثيرد كونديشنال ريجريت، ايوه انا بعبر عن هنا بعبر الندم. عن الندم برضو حاجه مش هتحدث تمام، بس في الماضي، بس فين في باست في الماضي حاجه حصلت وخلصت، ايوه برضو امبوسيبل مستحيله تمام. يبقى دي الايه الثلاث حالات زي جمله بالظبط. لو قال لي كده اف اي هاد نون يو ال اي وود هاف فيزيتد يو، قال لي هنا اختار ار بي وير ويل بي تمام. خلينا في دول اف اي هاد نون. هنا بقى المره دي انا هسال على مش الحاله ولا هسال على المعنى، انا هسال النهارده عن التنس. هي دي الحاله الكام؟ دي الثانيه. اي هاد نون انت اللي هتقولي برضو الحاله الكام؟ ما هو اف اي هاد نون دي الثانيه. ايوه الثانيه ولا الثالثه؟ لا مش الثالثه، ما فيش الباست بارتيسيب، مش احنا قلنا ثلاث حاجات في وود هاف وتصريف ثالث. بس انا مختصر وود، خلي بالك وود هاف فيزيت تصريف ثالث، يبقى دي الحاله كام؟ الثالثه، لان دي باست بيرفكت هاد والتصريف الثالث وود هاف والتصريف الثالث، يبقى دي الثالثه الحاله الثالثه تمام. هنا بقول لو انا عرفت ان انت ايه عيان، طيب الحاله دي الحاله الثالثه زمانها ايه؟ ماضي تام. ماضي تمام، ادي ماضي تام وخدت هنا ايه وود هاف. يبقى انا كنت انت كنت عيان فين؟ في الماضي. يبقى نختار مين؟ وير. يبقى هنا دي عشان كده انا بقول زمن الحاله، تخلي بالك منه. يبقى انا زمن الحاله ايه دوت خلي بالنا منه، هي دي الحاله هي موجوده، ادي عندي ماضي تام موجود وعندي وود هاف والتصريف الثالث، بس امتى ده حصل؟ في الماضي بوست. من اول الحلقه بقول لك الحاله الثالثه بالنسبه لي انا صعبه. لا ولا صعبه ولا حاجه ان شاء الله. دلوقتي انا فهمت بعرف ارد على حضرتك. تمام الحمد لله. ادينا مثال كمان. طيب تمام، لو قلت كده في جمله ناخد الكيو كارت ده معايا. تمام. هنختم بالمثال الجميل ده. قول لنا الاختيارات كده. Would lose broken legs like
لايك انت شايف من هناك. Would lose. Try to read it. Would have lost. Would have lost. See, will lose. تمام. If I had broken legs like Sammy. Sammy, I know out of being treated. هنا نحط كلمة hub. تمام. If I had broken legs like Sammy. لو عندي رجلين. لو عندي رجلي مكسورة. زي سامي. I no got hope of losing being treated. هفقد الامل ان انا اتعالج. هنا الجملة دي برضو فيها تريك جامد وجات برضو زيها حاجة كده قبل كده. If I had broken legs. طبعا اي حد هيشوف كلمة. هفكر هاد وتصريف تالت ده الحالة التالتة. اول ما يشوف had broken هيقول لو انا كسرت رجلي ازاي I had broken legs. عشان كده ضحك عليا. ايوه. فهنا طبعا هنا كلمة broken. بروكن ليجز هنا معناها رجلين مكسوره مكسور. يبقى هنا بروكن هنا ادجكتيف صفه تمام. مش تصريف ثالث. مش انا كسرت لو قلت حتى اي فاي هاد بروكن ماي ليجز تمام بقى. كنت ماشي يبقى لايك like سامي يبقى اي ايه اي وود عشان هنا طبعا هنا هنا ماضي اللي هي الحاله الثانيه مش ايوه الحاله الثانيه ده ادجكتيف تمام مالناش دعوه بيه. استنونا في حلقه ثانيه بعد شويه صغيرين مع مستر محمد فتح الباب وشابتر 6 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.